السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من البعد الرابع، حلقة جديدة ويوم جديد وليلة جديدة، هي ليلة مفترجة. الليلة كل سنة وحضراتكم طيبين، أول ليلة في شهر رجب، رجب الخير والبركة والسلام والقرآن، الشهر اللي كان بيسمى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر الأصم، لأنه ما كانش فيه حرب ولا كان فيه قتال. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم تغير اسم شهر رجب إلى الشهر الأصب، لأن الله يصب على عباده من الخير صبا. يكفينا أن نعلم أن القرآن نزل في هذا الشهر الكريم، فرجب جاء فاسعد يا متعبد، شهر به حزب الهداية يسعد، صحت به الأجساد من أسقامها، وبيض فيه من القلوب الأسود. كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة وسلامة، كل سنة وأمتنا العربية والإسلامية ووطننا العربي وبلدنا مصر بخير وصحة وسعادة.